السلام عليكم التعليم اللي راح نشوفها اليوم هي تعليمة الـ cd دي change directory اللي بنستخدمها لحتى انتقل من مسار لمسار واللي هي التعليمة الاكثر استخداما على الاطلاق بنستخدمها باليوم مرات عديدة وعديدة كل مرة بدي أروح لمسار مختلف فاكيد راح استخدم تعليمة cd خلينا نشوف كيف ممكن اني نستخدمها فانا اذا شفت حاليا باي مسار موجود فيه فانا حاليا موجود بمسار الهم directory home, username. ممكن انك تكون باي مسار تاني لنقول انه انا بدي روح لمسار ال documents فرح اقول له cd space documents وإذا رجعت عملت له PWD راح شوف إني صرت ضمن الهوم هشام documents طيب إذا كنت بدي أرجع لا Uh, الهم دايركتري او لمسار الهم فعندي طريقتين لساوي هي الشغله، ممكن اني قله ال CD بدون اي اوبشن ثانيه بهي الطريقه برجع لمسار الهم خلينا نرجع للدوكيومنتس مره ثانيه، ممكن الطريقه الثانيه اني قله ال CD space ويا علامه المده او التلدة فاذا ال CD space تلدا بيرجعني للهوم دايركتري. طيب انا اذا كان بدي روح لمسار خلينا نرجع مثلا لل للدوكيومنت سي دي طيب انا اذا بدي ارجع للمسار اللي كنت فيه اخر مره وليس للهوم دايركتوري يعني المسار الاب او البيرنت للدوكيومنتس فراح اقول له سي دي سبيس نقطتين بيرجع لمسار واحد لورا فانا برجع للبيرنت اللي هو للدوكيومنتس فبهي الطريقه بكون بحال بهي الحاله بالمثال اللي عرضناه رجعت للهوم دايركتوري طيب خلينا نروح لمسار موجود ضمنه اكثر من مسار فمثلا لو رحت للسي دي ميديا داتا داتا فهاد عندي مسار ضمن مسار ضمن مسار لحتى ارجع مسارين لورا راح اقول له سي سبيس نقطتين سلاش نقطتين فبهي الحالة لازم اني ارجع للميديا اذا ضغطت انتر وعطيته بي دي رح شوف اني صرت موجود ضمن الميديا اللي هي اول نقطتين رجعتني للداتا واحد وثاني نقطتين رجعتني للميديا هاد كان كل شي بالنسبة لتعليمة سيدي بلتقي فيكم بفيديو بكرة وبامان الله